نحن من الأساس خرجنا ضد الطاغية والاستبداد والظلم والمختفيين قسرياً، ما خرجنا كرمال تغيير الدستور. إذا في أمل مفروض يمشوا على القرار 2254 واللي كان هو بنص على أنه يرحل بشار الأسد. أعضاء اللجنة الدستورية فرضت على الشعب السوري الحر فرض. نحن مشكلتنا ما كانت مع الدستور، مشكلتنا بالأصل هي مشكلة ثورة كرامي وليست الدستور. اللجنة الدستورية لا تتمتع بأي شرعية، لا داخلية ولا شرعية دولية، وليس لها غطاء شرع قانون أو دستوري أو دولي. اللجنة الدستورية شكلوها من الأساس طبعا مثل ما بده النظام، الشخصيات اللي عجبته خلاها والما عجبته رفضها. الفائدة منها مو يعني شيء 50%، هي بهمنا هون الشغل على الأرض. صار مثلها أمثال كثيرة يعني، وما استفدنا منها شيء أبدا. اللجنة الدستورية مهما أنتجت من قرارات رائعة وجيدة ليس لها أمل، ليس لنا أمل بها إطلاقا. شنو بدي أتكلم باسمنا عالم، نحن يركين تحت المكيفات بالفنادق، في عالم عنا هون تحت الخنادق. إن شاء الله يعني نتمنى أن يكون في أمل، يعني بدنا نحل الأمور إن شاء الله يا رب. هيئة التفاوض نحن بالأصل ما أننا معترفين على هيئة التفاوض حتى ينبثق عنا هاي اللجنة الدستورية. هل الشعب السوري رح يخلص من وراء هالدستور؟